كان تزو طلق وعاد من بعد تعرف على امل فقر فهو حياته الشخصيه هذيك، يعني مستحيل انه غيبقى مدى الحياه متعلق بزوجته السابقه وطليقته. غتكون الله يكمل بخير والله يعوض طليقته بشي حاجه اللي هي تكون تستاهلها. الا خرجت انايا قصرت خاصني نمشي نصور القصاره فين قصرت. راه بزاف ديال الناس ما كنعرفوش عليهم بزاف ديال الحوايج، خبايا كبيره، لان باش نتعرض انا للسخريه والاهانه وكلشي يقول لي عاهره ويسبني بكاع الحوايج، ما دمت متزوجه في الحلال ما كنتش غنصبر. نعطي للصفحات خبر ديال الزواج ديالي ونتصور انا وياه ونقول لهم ديتو ديتو الله يخليك. قالوا لي كنشري تمثيل والغنم بفلوسي، ولا يقولوا كنشري بلحمي. فرحانه اليوم بزاف، الله يكمل عليهم بالخير، وان شاء الله ما يكونش اول مشروع، يجيو ان شاء الله مشاريع وحده اخرى ان شاء الله. وهذا كيفرحنا لان ما كنشوفوش الفنان معتمد غير على الفن كمدخول، وانما الحمد لله كيدير مشاريع وحده اخرى وكيساهم في التنميه ديال البلاد ديالو، فهذا الشيء كيفرحنا. تقدر الهام حتى هي دير شي مطعم ديالها مستقبلا؟ شوف الهام اختصاص ديالها ماشي المطاعم، فما قدرش نتلاحل شي حاجه انا ما كنعرفش ليها. مي انا ديجا عندي مشروع الحمد لله اللي هو سبا وسونتر ديال التجميل، فالناس كيعرفوا هذا الشيء قبل ما نبدا الميدان. فان شاء الله كاين مشروع جديد عند الهام عنده علاقه بالماكله ولكن ماشي مغربيه، ان شاء الله غتعرفوه قريبا. تواجده في مواقع التواصل الاجتماعي؟ مؤخرا حاولت انني نتواجد لان كنت مهمله بزاف، وانا ماشي من النوع اللي كنحاول ديما نبوستي الجديد، مع اني كاين بزاف ديال الحوايج عندي مي ما كنحطهمش ما كنشاركهمش مع المتابعين ديالي. ف من بعد من بعد المسلسل ديال دابا مزيان قررت انني يكون عندي تواجد، والحمد لله مؤخرا راه حطيت واحد الفيديو اللي شاركته مع متابعيني في فيسبوك وفرحت بزاف لانه وصل حتى لمليون وزياده ديال الكومونتير والتفاعل كبير بزاف. كواليس دابا مزيان كان باساج عندي اللي هو زوين بزاف وخديت منه خبره كبيره، ووقفت قدام عمالقه واهرام ديال الشاشه المغربيه الله يخليهم لينا، لاله نزهر كراكي، الحاج الجم وغيره وغيره، عزيز حطاب، مجدولين ادريسي، فهادو تبارك الله ملي كتوقف قدامهم وانت يلاه في اول خطوه ليك في بداياتك، انا بالنسبه لي هذا وسام وتاج تحط على راسي. فكان كانت مفخره ليا وكنتمنى ان شاء الله انه نعاود نتلاقاهم في اعمال ان شاء الله جايه. عندي ان شاء الله اعمال جايه وحده اخرى، باش ما تقولش رانا خلصت لا خلصت مخرج ولا جوج، راه ما نخلصش 20. عندي ان شاء الله عمل جاي مع ام بي سي 5 مسلسل ان شاء الله اللي غيتعرض في رمضان، وعندي ان شاء الله عمل وحده اخر مسلسل ضخم وقدام اهرام كبار ديال السينما المغربيه ان شاء الله حتى هو اللي غيتصور قريبا. ودابا عندي مشاركه في سيتكم رمضان ان شاء الله غيتعرض في قناه من القنوات المغربيه. سعد المجرد؟ سعد المجرد اش غنقول لك، الكلمات الاسم مركب على 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 نفسه، لان المجرد الاسم الوحيد في الفن المغربي من الشباب اللي قدر انه يحط بصمه ديالو خاصه وقدر انه يوصل الاغنيه المغربيه للعالميه. فاحنا كنتشرفوا بزاف به كاسم مغربي ودابا كاسم عالمي. والاهم من هذا الشيء انني كنقول ليه مبروك عليك، الف مبروك عودتك لينا للمغرب، الف مبروك رجوعك لينا. الساحه المغربيه والمهرجانات المغربيه والحفلات وكلها كانت كتسنى الوقفه ديالك على الخشبه لانها وقفه غير. شوف انا غنقول لك واحد حاجه، انا من الناس اللي كندخل كنبوستي شي حاجه وكندير الاعجاب ديالي للاصدقاء ديالي على شنو بوستا وكنخرج بحالاتي، ما كنمشيش للموطور دو ريشيرش نشوف شنو كاين، لان فريمون هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوه في بعض الصفحات كيشاركوه اللي هو دون المستوى، فما كيعطينا حتى شي افاده، ما كيخليناش زعما نتشجعوا تمشي تقلب تشوف شنو كاين. واحد القصه مؤخرا دارت ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي هي القصه ديال الطليقه ديال مسلم وزواجه بامل صقر، شنو رايك انت في هذا الموضوع؟ شوف انا يمكن اخر شخص عنده الحق انه يعطي تعليق ولا يبدي رايه في هذه المساله هذه، ولكن انا بحكم ان امل صقر صديقه ليا
فانا كنتمنى لها السعاده وكنتمنى لها انها تعيش ان شاء الله حياه زوجيه زوينه بزاف، علاش؟ لان فريمون انسانه اللي تستاهل. مسلم سي فري كو ما كنعرفوش معرفه شخصيه، ولكن تبارك الله عليه على حسب ما كيعودوا عليه الناس والمحيطين به بان انسان خالوق ولد الناس. الا كان طلق وعاد من بعد تعرف على امل فقر فهو حياته الشخصيه هذيك، يعني مستحيل انه غيبقى مدى الحياه متعلق بزوجته السابقه وطليقته، فمن حقه يعاود يعيش. وبعيدا على هذا الشيء، حتى لو كان باقي مزوج بالزوجه ديالو فالراجل كيشرع عليه الاسلام والقانون وكل شيء، ربعه ديال الزوجات، فما كنظنش ان احنا غادي نجيو نكونوا ضد هذا الشيء هذا. ويلا لقى هو راحته الله يسهل عليه. بما ان صديقتك تقدري تكشفي لنا مثلا واش غايديروا شي عرس، قربينا اكثر. شوف انا هذا الشيء ما نقدرش نهضر عليه، نخليها هي تهضر عليه بنفسها. انا كل اللي غادي نقول هو ان الله يسهل عليهم، والناس تحاول انهم بحكم انهم ما عارفينش القصه وما سامعينش من الاطراف كامله، فيحاولوا انهم الا قدوا يقولوا كلمه زوينه غتكون الله يكمل بخير والله يعوض طليقته بشي حاجه اللي هي تكون تستاهلها، احسن من ان يكون السب والشتم. هي يعني تعرضت لواحد الهجوم يعني كبير امل صقر، في نظرك انت شنو رايك في الموضوع؟ شوف انا ما صراحه ما عجبنيش الحال، لان كان كيألمني بعض المرات انه كيطيحوا في عيني شي تعليقات اللي هي دون مستوى، حتى لدرجه ان السب والشتم في العائلات ديالها. بعض المرات كنساو بان خصنا نحترموا، الا ما احترمناش الشخص اللي قدامنا نحترموا غير العائله اللي موراها. هي عندها وليداتها، هو عنده العائله ديالو وعنده توا وليداته، الله يحسن العوان. التصريح اللي خرجت به طليقته ماشي سهل. اللي بغيت نقول في هذا الشيء كامل هو الناس تحاول ان الفنان نقلبوا على شنو كيعطينا كفن، هذا هو اللي كيقدم لنا وكنشوفوا قدامنا، هي الصوره ديال الفنان. اما داك التصريحات اللي كنسمع بعض المرات، لا ملي كتخرج وتولي فنان وتعطي راسك للدومين، عرض راسك لكل شيء لانك صافي راك، لا لا ما كايناش هذه. هي دابا مثلا لا خرجت انا يا قصرت خاصني نمشي نصور القصاره فين قصرت، راه بزاف ديال الناس ما كنعرفوش عليهم بزاف ديال الحوايج، خبايا كبيره ساترينها، علاش؟ غير حيت ما كاينش شي حد اللي خرج بتصاريح. فلهذا الفنان شنو كيقدم كرساله فنيه، هذه كنحترموها ونقدروا نعقبوا عليه فيها، ما غير ذلك حياته الخاصه كتهمه. إذا كنت انت في بلاصه وقع لك نفس المشكل، كيفاش كانت غتكون رده الفعل ديالك؟ شوف انا كون كنت في بلاصتها يمكن امل دارت واحد الحاجه اللي هي انا كنعتبر بانها كانت ذكيه وعقلانيه ومرزنه في هذه المساله، انها ما خرجتش هي اللي تصرح على الزواج ديالها، خلات احترمت يمكن احترمت الحياه الفنيه ديال مسلم. لو كان كنت انا في بلاصتها ما غنكونش فنانه وغنكون في بلاصتها وهو اللي فنان، انا ما غاداش نحترم هذا الشيء، ما نكذبش عليك، لان باش نتعرض انا للسخريه والاهانه وكل شيء يقول لي عاهره ويسبني بكاع الحوايج، ما دمت متزوجه في الحلال ما كنتش غنصبر انا، والله تنخرج لينيش انا. شنو كانت تكون رده فعلك؟ شنو ديري مثلا؟ انا قبل ما توصل الضجه وهذا الكرنفال كامل اللي داز، انا نعطي للصفحات خبر ديال الزواج ديالي ونتصور انا وياه ونقول لهم ديتو ديتو الله يخليك. فعلا القضيه اللي قلتي، البعض يقول على ان امل صقر هي سبب انتشار هذه الاشاعه باش تزوج بمسلم. شوف انا هذا الشيء ما نقدرش نحكم عليه، انا غنقول لك واحد الحاجه، انا مؤخرا من بعد دابا مزيان سمعت بزاف ديال الاشاعات، كاينين الناس اللي كيقول لك ايوا صافي هذه يلاه دخلت الغنى هذه عام تزادت حتى التمثيل، كما شرات الغناء وخلصت الكليبات بفلوسها راه شرات التمثيل. اولا انا ما كنت حتى التمثيل تا هو كنظنش غتخلص مخرجين كبار اللي عندهم الاسم ديالهم غيغامروا بيه على قبل جد ريال، شحال غنعطي انا مقابل اللي هو شاد تبارك الله في مشروع، فما كنظنش ان مخرجين كبار كاين اللي غادي يقبلوا بمبالغ ماديه باش يبينوا فنانه. اولا انا ما كنخافش، كون كنت درتها بحال اللي كنخسر على كليباتي وما كنطلعش مهرجانات وما كيعيط لي حتى شي واحد، وانا عارفه شكون اللي مور هذا الشيء، بحالو نفس الشيء في التمثيل، كاينين الناس اللي هما تبارك الله عينيهم وازنه وكيعرفوا وشافوا بان في مشروع ممثله ناجحه وعيطوا لي، والحمد لله الاعمال اللي درت قبل نجحات ولقات صدى عند الجمهور. انا بغيت نقول غير حاجه واحده، اللهم في الاشاعه يقولوا لي كنشري التمثيل والغنى بفلوسي، ولا يقولوا كنشري بلحمي، شكون اللي حسن؟ العرض ولا الفلوس؟ ايوا صافي. يعني ما كنتش في بلاصه شنو ديري؟ فاش؟ في هذه القضيه هذه.
اين قضيه؟ الناس كيقولوا بانها هي اللي خرجت هذه الاشاعه هذه للوجود باش تزوج تحط مسلم امام. شوف انا جود صديقي وعزيز عليا بزاف وكنحتارمه، وامل حتى هي كتبقى صديقتي، وقبل من انها صديقتي كتبقى وليه امراه بحالي بحالها، فما ما نقدرش نعطيك اجابه على هذا الشيء. بغيت نقول لكم شكرا بزاف على تتبعكم، شكرا على تشجيعكم، شكرا على مواكبتكم دائما الاعمال ديال الفنانين وتقريبنا من المشاهد المغربي. ان شاء الله انتظروني، كنتمنى انني نكون ضيفه خفيفه عليكم دزت في المسلسل ديال دابا تزيان. ان شاء الله انتظروني في رمضان، اعمال كثيره كثيره بزاف ان شاء الله، مسلسلات وسيتكم وغيره.